عنوان الجعدان المهجنات الأصايل. ترحيبنا بكل الأخوة المشاهدين، ترحيبنا بكم أيضا أيها الحفل الكريم. مرة أخرى نرحب بهذا الشوط الذي يعلن انطلاقة 8 كيلومترات، وأول كيلومتر نحن نتحرك بالأمتار الأولى والثواني الأولى لنتابع هذا الانتشار السريع. نتابع أيضا هذا التحدي القائم في وسط هذه الأجواء الجميلة، الأجواء الممطرة، الأجواء الرياضية. نتابع هذا التحدي ونتابع ماذا يدور على مقدمة الشوط. يا بن مية تحرك إلى مقدمة الشوط لنلحق بركب المقدمة، نلحق أيضا بهذه الشعارات التي تتنافس على المقدمة لتعلن وجودها في هذا التحدي. نقلة مباشرة إلى المركز الأول، ونفتتح الإذاعة بالمركز الأول مع شاهين أحمد بن سلطان الحلامي، من يقدم شاهين على المركز الأول ليسجل حضوره في هذا المهرجان. أما المركز الثاني يأتينا الغزال سلطان بن علي اليبهوني الظاهري، حل ضيفا على المركز الثاني. والنقلة التالية على المركز الثالث نشوان خادم بن عبد الله بن سيف القمزي، من أتانا على ثالث المراكز. ونقلتنا التالية على المركز الرابع، اللي فيه برابع المراكز، فنتواجد من الحنيسة بن يمعة بن مسعود اليحيائي، هو من أتانا على المركز الرابع. والمركز الخامس الرهيب سالم بن محمد بن طالب بن عقيل على المركز الخامس. أما سادس المراكز فالوصول من قبل الأسد محمد بن سعيد بن محمد الإحبابي، هو من نص بنفسه في المركز السادس إلى هذه اللحظة. أما المركز السابع فهنا أيضا الوصول من قبل متعب جابر بن حمد بن محمد بن عفير المري في المركز السابع. أما المركز الثامن يأتينا شعار عوض بن حمد بن عيلان الاشتبي على ظهر مياس. والمركز الثامن المحترم عبد الرحمن بن مقبل المطيري. أما المركز التاسع فهنا تواجد أيضا من المتحد حمد بن راشد لبريص المري. والمركز العاشر معلن مطر بن محمد بالضبيع الاشتبي. هذه العشرة المراكز الأولى مشاهدين الكرام متابعينا الأفاضل، وفيه أيضا سيل جارف قادم ما وصلوا إلى عالم الإذاعة. دونا عندنا أكثر من 75 قعود مهجن يشارك في هذه الجولة، ولكن الأمور يا سلام ثلاثية على المقدمة. اذهب يا بن مية عند النجوم، نعم هم من أعلن وجودهم في الدرجة المياسية على المقدمة. سلطان بن أحمد الحلامي من يتواجد متقدما، أحمد بن سلطان الحلامي من يقدم شاهين في هذه الجولة، ومستعد أيضا للثمانية كيلومترات بهذا التخطيط والتكتيك والتضريب التضمير على مقدمة الشوط. يتابع أيضا يتابع طريق الناموس ومندفعا ومبدعا في هذا المجال وفي هذا الجو الرياضي. أما المركز الثاني نشوف اللي في المركز الثاني، اليبهوني يأتينا على المركز الثاني. والمركز الثالث أرى ماذا أرى أيضا من تقدم واضح على المركز الثالث. ناخذ المركز الثالث، الله، ثلاثية ومتابعة قوية على المركز الثالث من قبل هذا الشعار الذي يتواجد بقوة على ظهر نشوان خادم بن عبد الله بن سيف القمزي، هو من حل ضيفا على المركز الثالث. يتابع أيضا طريق المركز الرابع عندنا الوجود من متعب يابر بن محمد او يابر بن حمد بن محمد بن عفير المري في رابع المراكز. والمركز الخامس ارى الرهيب سالم بن محمد بن طالب بن عقيل ايضا يقدم هذا الرهيب والعجيب في هذه الجوله. اما سادس المراكز الوصول من قبل معلن مطر بن محمد بالطبيعه الاجتبي يعلن وجوده في هذا التحدي وفي هذا المهرجان. انتقل من مركز الى مركز ويرقى سلم المناصب مركز وعينه على المراكز الأولى. أما المركز السادس فهنا التقدم والأسد، الأسد أيضا له نظرات ثاقبة وقوية ومتواجد في المركز السادس محمد بن سعيد بن محمد الأحبابي من يرسل الأسد في هذه الجولة. أما المركز السابع فتواجد قوي أيضا المياس عوض بن حمد بن عيلان الاشتبي يقدم مياس أيضا ومهدي اللعب عوض بن حمد بن عيلان بن عبلان الاجتبي. أما المركز الثامن
المركز الثامن عندنا الحذر حمد بن متعب بن حمد المري، والمركز التاسع فهنا ايضا الوصول من قبل المتحد حمد بن راهد بن البريص المري، والمركز العاشر ناخذ الحنيش سالم بن يمع بن مسعود اليحيائي. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، وهكذا ننتهي من اذاعتنا وندانا الثاني. لنعود مرة ثانية الى الحدث وماذا حدث على المقدمة من ايضا اندفاع وقوة الحلامي. يا سلام بدأ ايضا ياخذ نصيبه ويأمن المستقبل، يأمن السيارة ويأمن الناموس بهذا الاداء المتواصل. نعم يتجاوز شاهين احمد بن سلطان الحلامي، ولكن المتابع ايضا من قبل الغزال سلطان بن علي اليبهوني الظهري الذي يتابع الحلامي خطوة بخطوة، ينافس ايضا على سيارة هذا الشوط في معركة كبرى. نعم في المقدمة أم المركز الرابع في الوصول من متعب يابر بن حمد بن محمد بن عفير المري على المركز الثالث. المركز الرابع الرهيب سالم بن محمد بن طالب بن عقيل من أتانا رابعا، والمركز الخامس نشوان خادم بن عبد الله بن سيف القمزي في المركز الخامس، والمركز السادس فهنا معلن مطر بن محمد بالضبيعة الاجتبي. يلا يا بالضبيعة حرك لأنك أنت الآن في منتصف المراكز وماخذ المركز السادس. أما المركز السابع الوصول أيضا من سابع المراكز، أرى ماذا أرى من المركز السابع اللي هو الأسد محمد بن سعيد بن محمد الحبابي، والمركز الثامن فهنا يأتينا الحنيش اللي على المركز الثامن سالم بن يمع بن مسعود اليحيائي. أما المركز التاسع فالقدوم أيضا من قبل مياس عواض بن حمد بن عبدان الاشتبي، والمركز العاشر يتواصل الحذر حمد بن متعب المري. هذه العشرة المراكز الأولى مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل، وهكذا أيضا ننتهي من إذاعتنا وندانا الثالث لنعود مرة ثانية إلى التقدم وإلى الانفراد وإلى شاهين الذي بدأ أيضا يعلن وجوده على المقدمة مبكرا من بداية الانطلاقة، وهو مستلم القيادة هذا الشوط بشعار أحمد بن سلطان الحلامي. ولكن هنا أيضا هنا المتابعة القوية من قبل الغزال سلطان بن علي اليبهوني الظاهري الذي ما زال يعني ماخذ المركز الثاني ويراقب الحلامي، يراقب الأوامر، يراقب التحدي، يراقب أيضا خطة الحلامي وماذا لديه أيضا من خطة جهنمية في هذا المشوار وفي هذا التحدي. أكيد أن بيضيف السيارة الثانية في صباح هذا اليوم بعد أن انتزع سيارة الأبكار. هذا هو الآن يعود مرة ثانية مع شاهين ويدلو بدلوة في هذا التحدي وفي هذا الشوط. إذا انتقلنا إلى المركز الرابع نلقى رابع المراكز متعب يابر بن حمد بن عفير المري الذي يراقب الموقف عن كثب ويتقدم رويدا أيضا إلى المقدمة. المركز الرابع فالوصول أيضا من قبل اللي هو الرهيب سالم بن محمد بن طالب بن عقيل من أتانا على المركز الرابع، والمركز الخامس معلن مطر بن محمد بالطبيعة المركز أشوف السادس المركز السادس نشوان خادم بن عبد الله بن سيف القمزي من أتانا على سادس المراكز، والمركز السابع مياس عوض بن حمد بن عبلان الاجتبي بدأ يرسل إشارات خطيرة بن عبلان مع هذا الشعار الجميل الشعار الأحمر. والمركز الثامن أرى اللي في ثامن المراكز الحذر حمد بن متعب بن حمد المري على المركز الثامن، والمركز التاسع في الوصول بن شاهين أحمد بن خليفة بن رشيد السويدي أول إذاعة بن رشيد، والمركز العاشر الخوار سعيد بن خليفة بن حميدان الفلاسي. وبهذا موقع الخوار يا بن حميدان له مواقف وله تاريخ، له انتصارات وله ايضا سجل حافل بالانجازات. حرك حرك الخوار لان بدينا نتحرك نعم مع زاوية الالتفاف ونواجه المنصة الرئيسية وجها بوجه مع شاهين. يلا يا الحلامي
يلا يا الحلام يستعد، يلا يا الحلام يستعد، لأن الجماعة بدوا بالتوشويش، بدوا بالحركات، ولكن شاهين يستعد للإقلاع، يستعد للأوامر. نعم هذا هو، ما زال محافظ على الموقع الأول بشعار أحمد بن سلطان الحلامي. أما المركز الثاني فهنا الرهيب سالم بن محمد بن طالب بن عقيل على المركز الثاني. المركز الثالث الوصول من معلن مطر بن محمد بضبيعة على ثالث المراكز. المركز الرابع يأتينا متعب يابر بن محمد بن عفير المري في رابع المراكز. المركز الخامس الحذر حمد بن متعب بن حمد المري على المركز الخامس. هذه الخمسة المراكز الأولى، نكتفي ونتفرغ الشاهين، نتابع ناخذ عليه أحلى الصور وأحلى الذكريات مع شعار الحلامي. ولكن المتابعة القوية من المركز الثاني، يعلن الرهيب وبضبيعة بدأ يهجم، هجم على الأول هجوم، هجم على الأول هجوم. يلا يا الحلامي، بدت الأوامر، بدت التحديات، بدت الإثارة وبدت السرعة. نحن نقادر، وأعلام الإمارات تستقبل هذا الشعار، تستقبل. يهجم بضبيعة، ولكن الحلامي مستعد استعداد تام لهذا المهرجان. يعلن الوجود، يا سلام يا شاهين، حافظ على 8 كيلومترات في المحافل. نعم لف على الحافل، يا سلام للمرة الثانية، مرة على مرة يا الجبري. الحذر يا الحلامي، بس لا تحركه غافل، والله انه خايف يفر مركبي. ابدا لا تحركه، لا تقول له شيء. نعم، لان في مكان الرياده والسياده والتحدي والابداع. هذا هو شاهين يعلن وجوده. هديه الحلامي للجماهير. هذه الحركه الجميله وسيارتين في رصيده. تهانينا لاحمد بن سلطان الحلامي المركز الثاني اللي وصل فيه يابر بن حمد بن محمد بن عفيل المري المركز الثالث. اشوان خادم بن عبد الله بن سيف القمزي المركز الرابع. المركز الرابع الحذر حمد بن متعب بن حمد المري. والمركز الخامس معلن مطر بن محمد بضبيعة الاستبي. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، متابعينا الأفاضل في هذه الجولة. استمتعنا وياكم في 8 كيلومترات مع هذه الهجن التي تصارعت على الناموس، واستطاع شاهين أن ينتزع المركز الأول ويهدي هذا الناموس لأحمد بن سلطان الحلامي بتوقيت زمني مقداره. نحن ننتظر وصول شاهين إلى خط النهاية. شوهري بن ضبيب التوقيت، لو سمحت التوقيت الزمني بالتأكيد بيكون 13 دقيقة 5 ثواني و8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لأحمد بن سلطان الحلامي على هذا الانتصار الذي تحقق مع شاهين. اللي وصلنا في المركز الثاني كان متعب يابر بن حمد بن محمد بن عفير المري بتوقيت زمني مقداره 13 دقيقة و8 أجزاء من الثانية. 13 دقيقة 8 ثواني و4 أجزاء من الثانية. تهانينا للناموس. المركز الثالث كان من نصيب نشوان خادم بن عبد الله بن سيف القمزي 13 دقيقة 9 دقائق و5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.